نبدأ الآن مع برج الجدي، نشوف برج الجدي بطاقتك شو بتقول يا برج الجدي لليوم. برج الجدي، برج الجدي، برج الجدي برج الجدي في شيء انت مستنيه او طالبه او بدك اياه يخلص او ينتهي او يحصل، وراح يصير هذا الشيء very soon، كتير قريب. محتاج منك انك تشارك وتشتغل مع المجموعة بس بطريقة مختلفة خلال الفترات الجاية يا برج الجدي. ممكن نقول في عندك حب للحيوانات، او ممكن في عندك لما تتواصل مع الحيوانات بيصير عندك هدوء داخلي يا برج الجدي. فمحتاج انك انت اما تقتني حيوان اليف او انك تروح تشوف او تتعامل مع حيوانات معينة عشان تتشارك معهم الحب اللامشروط. لما انت بتعطي يا برج الجدي من مشاعر، من اشياء عندك زيادة للاخرين، تشارك الاخرين، بتحس انك اكثر راحة. فحاول انك تشاركهم باي شيء، باي شيء، ممكن تعزم حدا، ممكن انك تقعد مع حدا، تعطيهم هدية، تعطيهم شيء انت بتحبه عشان تحس انك افضل. في تغيير جاي لك في الفترة الجاية برج الجدي جدا جيد، اشياء كتير كانت في حياتك موجودة تعكر صفوك هلأ انتهت، والتغيير جاي لك للافضل. اذا كان عندك سؤال بيحتمل نعم او لا يا برج الجدي فهو نعم، وراح يصير بأسهل وأيسر الطرق إن شاء الله. الامتنان خلال الفترات اللي فاتت ما كان موجود في حياتك يا برج الجدي، كل ما امتنيت للوضع الحالي كل ما غيرت حياتك للأفضل. فحاول يكون عندك دفتر امتنان قبل النوم، تكتب 5 أشياء أنت ممتن عليها وحتشوف التغيير في حياتك يا برج الجدي. خلينا نشوف خط سير البطاقات عندك. قريبا جدا في شيء انت كنت بتستناه رح يحصل وبطريقة جميلة جدا. مهم انك انت تشارك الاخرين في اعمالك، تشارك الاخرين، او يكون مثلا انت بتفكر في مشروع معين بس محتاج تيم وورك، مهم انك تشتغل على هذا الموضوع. حاول تتواصل اما مع حيوانك الروحي او انك تقتني لك حيوان. تصدق او شارك الاخرين او اعزم حدا، اعطي، لانه بالعطاء انت بتكون مرتاح. في تغيرات جاياك بطريقة جدا إيجابية خلال الفترة الجاية. إذا عندك سؤال يحتمل نعم أو لا فالإجابة نعم. مارس الامتنان، ففي الامتنان عندك كتير أشياء تتغير. أنت محتاج أنك تضحك من القلب يا برج الجدي، فحاول أنك تكون حوالين الناس بتضحكك، تبسطك، بتخلي طاقتك مرتفعة. هذا خط سير بطاقاتك. لو حابب تعمل استشارة خاصة بإمكانك التواصل على الرقم اللي في صندوق الوصف، ولو حابب يوصلك دائما منا فيديوهات بإمكانك تعمل لايك وسبسكرايب على قناتي باليوتيوب وتشاركنا في قناتنا بالإنستغرام. شكرا للجميع.